A conducting spherical shell has total charge Q equals 4 micro coulomb. اللي هي الخارجية دي في واحدة في الداخل، بعد شوية نحط عليها كام، بس خلينا بره نحط عليها بلس 4 مايكرو كولوم. بقول if a point charge Q equals minus 1 مايكرو كولوم، يبقى عندنا Q هنا minus 1 مايكرو كولوم اتحطت في الفراغ is placed inside the cavity as shown in the figure. The charge on the outer surface of the shell is، طالما اتحطت هنا minus 1 مايكرو كولوم تسحب لها 1 بالبلس مايكرو كولوم، الواحد ده يبقى ماينس بره 1، بحيث الإجمالي 4 ما يتغيرش. احنا سحبنا 1 بالبلس، حطينا 1 بالماينس، فنفس الشيء لما نلغي كده تفضل 4 موجود. يبقى الأوتر سيرفيس هيكون عليه 4 بالبلس 1 بالماينس 3 مايكرو كولوم.